دلوقتي في ناس قاعده في ميدان التحرير رافضه الاعلان الدستوري وبتقول للرئيس ارجع في كلامك والاعلان ده غلط، وناس نزلت مش بس في التحرير، التحرير واسكندريه وبورسعيد والمحله وهكذا. طب كده طالما هو خلاص خلاص جت الاخوان المسلمين وحزب النور قالوا احنا هننزل نعمل مليونيه عشان نأيد الرئيس يوم الثلاثاء، لغوها هيعملها السبت، قال لك هنعملها السبت. فبيطلبوا ان الناس اللي في الميدان تمشي تروح، واحنا هنيجي كاخوان مسلمين يوم السبت نعمل مليونيه وبعد كده احنا نمشي وانتوا تيجوا. هل ده كلام معقول؟ طيب هل عمرك شفتي مثلا هنا في العزبه، هندي في العزبه يعني على مسار صغير او في بيتكم، صاحب السلطه لما يجي يؤمر بحاجه بيجيب ناس معاه تأيده؟ هو مين اللي بيعمل المظاهرات؟ اللي بيعترض ولا اللي بيؤيد؟ يعني بالعقل كده. لا انا بقول لكم هنطفي المروحه فانتوا معترضين فتعملوا اعتصام، لكن هل مثلا اقول لكم هنطفي المروحه واجيب ناس تعمل مظاهره عشان تأيدني ان انا اقفل المروحه؟ ازاي؟ انت صاحب السلطه، ده انت الحكومه جايب ناس معاك ضد اللي بيعترضوا. المفروض المعارضه دي هي الجناح الاضعف اللي هي ما عندهاش غير ان هي تنزل الشارع عشان تعترض، وانت صاحب السلطه فجايب ناس كمان تنزل عايزه تمشين بالعافيه عشان تقعد بدالي. هو ده الموضوع بتاع يوم السبت ويوم الجمعه، وفي مليونيه يوم الجمعه. عايزين نسمع حضرتك بس احنا عندنا مدرسه للسيد عيسى. لا انا خلصت وحضرتك يعني استفدت. انا مش عمرو دياب ممكن اسجلك شيء.